وأما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا إن كان يريد أن وطنه وطن إسلامي فيدافع عنه لئلا يستولي عليه كافر أو ذو مبادئ هدامة فهذا مقاتل في سبيل الله فله أجر الشهداء المجاهدين. وإن كان يقاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من أيدي العدو فإن هذا شهيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطه إياه، فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني هل أمكنه من أخذ مالي أو ماذا؟ قال قاتله لا تعطه ماله قاتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعتدي الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار ويجوز قتله وإن كان مسلما، يجوز قتله وإن كان مسلما.